abnormal uterine bleeding. طبعا هو موضوع كلش مهم، عاد تسمعوني ما؟ زين. الابنورمال يوتراين بليدنج طبعا هو موضوع كلش كلش مهم، يعني تقريبا يعني اقل يمكن نص المرضى اللي يعني هو بريزنتد تو مثلا اوت بيشنت كلينيك او البرايفت كلينيكس هم يشكون من الابنورمال يوتراين بليدنج يعني باشكاله وانواعه. زين، فراح نعرف طبعا الابنورمال يوتراين بليدنج. احنا كان اكو في الكلاسيفيكيشن قديم كنا يعني نمشي علينا ومصطلحات ولا لازم كنا ولا زلنا نستعملها بعدها موجوده، بس لازم تعرفون انه طلع اكو في التصنيف جديد للابنورمال يوتراين بليدنج، فلازم تكونون تعرفونه، بس لازم تعرفونه. بس هو بصراحة احنا الاكثر اللي ماشيين عليه هو حاليا بعده على التصنيف القديم، يعني حتى المصطلحات بعدها موجودة. فيعني انا دنطيك الاثنين حتى لا تستغربون اذا شفتم هذا او هذا، هم نفس الشيء، بس مجرد الترتيب اختلف يعني، او شوية المصطلحات تغيرت، بس هي نفس المعنى ونفس الأسباب، ويمكن شوية ترتبت أكثر، بس هي نفس الشيء. زين، راح نجي نحكي على الأبنورمال يوتراين بليدنج. It is مثل ما قلت one of the most common health concerns of women, most common presentation of women to gynecologist. It can present in many ways from infrequent episodes اللي هي oligomenorrhea. احنا عن كل abnormal uterine bleeding طبعا هو من الكلش قليل الى الكلش كثير البلد، بس احنا دائما يعني الكونسيرن مالتنا اكثر او اللي خلينا نقول يعني which annoying the patient more او which makes the patient presents to doctor more هو الهيفي منسوال بليدنج او الارجولار منسوال بليدنج او البرولونج منسوال بليدنج rather than the decreased in amount of يعني bleeding، خصوصا اذا كانت البيشنت شي از نوت لوكينج فور fertility. عاده البيشنت شي ويل نوت بريزنت يو يعني فور مثلا decreased amount of blood، بالعكس يعني بالعكس ترتاح، بس الا اذا كانت فتشي مثلا يعني she is looking for fertility she will present to you asking why. بس اكثر اللي همنا اللي اكثر هو اللي يعمل يعني impaction على life of the patient هو الهيفي منسوال بليدنج. زين، فاذا الابنورمال نقصد بينه الكثير والقليل، الارجولر البرولونج هذا الابنورمال يوتراين بليدنج، بس احنا اكثر شيء راح نركز على الهيفي من السوال بليدنج. زين، حتى تعرفون يعني حتى تفهمون الابنورمال لازم تعرفون النورمال ولازم تحفظون، وما تجون مثل طالب بصف سادس يقول المنسوال لص 1 لتر 1 لتر اوف بلاد، وين اكو هاك الشيء؟ هذا severe bleeding، هذا البيشنت is about to shock، لأنه إحنا كل البلد اللي بجسمنا 5 لتر، فأشون كل شهر تفقد له 1 لتر مستحيل يعني، فلازم تعرفون النورمال حتى تعرفون الأبنورمال أو تفهمون الأبنورمال. Then the mean duration of the menstrual cycle is 28 days plus minus 7 days. الأفريج منسوال بلاد لوس اللي هو أو المين بلاد لوس اللي هو 35 ملي، النورمال فاليو من 10 إلى 80، أقل من 10 هو يعني less than normal، وأكثر من 80 هو more than normal ويعتبر heavy منسوال bleeding. أفريج number of days of menses هي 4 days، النورمال رينج هو 2 to 7. زين، هذا النورمال. نجي الـ amateur bleeding يكون abnormal or heavy if it occurs at intervals of 20 days or less، يعني من أول يوم بالcycle إلى أول يوم بالcycle اللي بعده
يكون اقل من 21 داي، هذا نعتبره abnormal bleeding. يعني ما يعني نحسب من اول يوم لاول يوم هذا. فمرات تجيكم البيشنت تقول لكم انا مرتين بالشهر تجي السايكل، طبعا مرتين اذا بجت باول يوم من الشهر طبعا راح تجي بنهايه الشهر وهذا يعتبر نورمال. فاذا انتم لا دائما تاخذون الحكي المريضه انه قلتكم مرتين بالشهر وجاي خيتي وهاي، ارجعوا اسالوها من اول يوم لاول ايمتى جتك اول يوم بهذيك السايكل وايمتى جتك بهالسايكل، اذا طلع بيناتهم الفرق 21 يوم فهذه نورمال، it is not an abnormal cycle or it is more than 35 days، يعني 35 days and more هذا يعتبر همين abnormal. It lasts longer than 7 days أو إذا mean blood loss أو menstrual blood loss is more than 80 or more هذا يعتبر heavy menstrual bleeding. Then, كان عندنا term اسمه dysfunctional uterine bleeding، يعني هذا على التصنيف الجديد ما يحبونه وما يغيدونه، بس إحنا بصراحة بعده مستعمل عندنا، ولهذا أنا يعني التصنيفات الجديدة اللي هي الكتب الجديدة بصراحة يعني تقريبا عتحاول تلغين، هو موجود مو انلغى تماما بس عيحاولون يعملون في التصنيفات الجديدة بحيث انه يلغون، بس انا اشوفه كلش حلو. هسا راح تعرفون ايش معنى dysfunctional uterine bleeding شوية تلغ. الكلاسيفيكيشن الجديد اللي هو Palm Coin Classification of Abnormal Uterine Bleeding. Palm راحة اليد والكوين اللي هي العملة النقدية، بس طبعا الكوين هي بلقي المفروض C-O-I-N، هي مضيفي لأي زين، فمشوها أنه الكوين يعني العملة النقدية زين. البالم مختصر إيش؟ Polyp Adenomyosis Leiomyoma اللي هي الفايبرويد، لازم تكون سبي ميوكوزل او انترا ميورال، ممكن تكون اذرز بس اكثر شيء هو سبي ميوكوزل وانترا ميورال. والام اللي هو يشمل الماليجنسي والهايبربلازيا. الكوين اللي هي كواجلوباثي اوفيلاتوري ديسفانكشن اندومتريال كوزز ياتروجينيك كوزز اوف ابنورمال يوتراين بليدنج، والان اللي هو not yet classified. فتشوفون انه لحد الان they are trying to classify the abnormal uterine bleeding. طبعا هذا الحكي اخر شيء بال 2017، يعني لحد الان هي عندهم مثلا الفيجو هاي المنظمه او الهيئه مالت الجايني الاوبستريك تقريبا اصور كل 6 سنين عندهم فد مؤتمر يعملون بينه تصنيفات جديدة ويضيفون، فآخر شيء كان بال 2017 زين أو 16. فالمهم كان هذا آخر تصنيف، ولهذا تشوفون عندهم أشياء بعد not yet classified لأنه راح يتغير هذا التصنيف، بس أنتم حتى تعرفونه يعني حتى إذا قريتمه أو سمعتمه في مكان ما لا تستغربون، اسمه Palm Coin Classification of Abnormal Uterine Bleeding. زين مثلا هذا كمثال اذا تريدون تاشرون كبيشنت، مثل تتذكرون بالبريست كانسر عندنا ال N وال M الجريدنج او الستيجنج مال العفو الستيجنج مال البريست كانسر عندنا N و M و L، فهوني هم نفس الشيء، هذا مثل الشم مثل الرموز نستعملها. يعني مثلا اذا كانت بيشنت وذ ابنورمال بليدنج ذات از بوث ايريجولار اند هيفي may have endometrial hyperplasia due to an ovulation. فأشون راح نعمله على هذا البالم كوين، ما عنده polyp، ما عنده adenomyosis، ما عنده leiomyoma، عنده hyperplasia فM1، ما عنده coagulopathy، عنده ovulatory dysfunction فنعمل 1، ما عنده endometrial cause، ما عنده iatrogenic cause، ما عنده other يعني شيد نحطه بال not classified yet، فتصير palm M1 والكو O1 E0 I0 N0. تتم هذا الكلاسيفيكيشن يعني الجديد. زين هسه نجي نشرح على كل واحد منهم. ايش تعني البام؟
عندنا اول شيء يعني البالم بها بوليب، البي اللي هي ترمز للبوليب، فابنورمال يوتراين بليدنج بي اللي هي البوليب، هو فد فليشي ستراكشر يطلع من الاندومتريوم، عاده يكون هو ثيكند اندومتريوم او هايبر بلاستيك اندومتريوم، يكون ايزي تو بليد، ممكن يطلع بالكوربس اوف ذا يوترس، ممكن يطلع من السيرفكس نفسه، ممكن يطلع من الاندومتريوم بس يمشي الى السيرفكس، يعني قصدي انا الفليش هذه تطلع من الاندومتريوم وتطلع من يعني من خلال السيرفكس، مو قصدي انه هي تطلع من السيرفكس نفسه لان السيرفكس اكثريته فايبرس تشو، بس تطلع من الاندومتريال خلينا نقول او السيرفايكال كانال، ممكن تطلع شو اسمه البوليب زين. فاذا اما هي من الكوربس وتظل بالكوربس، او من الكوربس وتطلع للسيرفكس، او هي من الاندو سيرفايكال يعني كانال وممكن نشوفها بالسيرفكس اوتسايد زين. هاي ات از كومنلي فاوند ان ريبرودكتيف ايج وومن، طبعا اكثريتها مثل ما قلنا هي هايبركليزيا ديو تو استروجين ستيميليشن. الومن وذ سيمتوماتيك بوليبس كان بي تريتد سيفلي اند افكتيفلي وذ اوبراتيف هيستروسكوبي، طبعا اذا هي انسايد ذا يوترس، اذا هي طالعه من السيرفكس ممكن نعمل لها افولشن بس نمسكها بسبونج فورسيبس يعني ونظل نفتلها الى ان تنقطع، لان هي ايزلي تو بي ديتاشد فروم ذا the cavity، مو مثل الفايبرويد، الفايبرويد تكون تف وما ممكن نفصله، بس البوليب ممكن لان قلت لكم هي فليشي تكون زين. عندنا الادينومايوسيس هو فيرجن او نوع من الاندومتريوسيس، يمكن حكيت لكم قبل الاندومتريوسيس هو اكتوبيك اندومتريال جلاندز اوتسايد ذا اندومتريال كافيتي، نفسه هي المفروض ما عندنا جلانس الا بس بالاندومتريال كافيتي، اذا طلعت انيوير يعني rather than the endometrial cavity فهذه تسمى endometriosis، اذا كانت الجلانس دخلت بداخل المايومتريوم فهذه تسمى adenomyosis زين. فمثل ما تشوفون abnormal uterine bleeding A اللي هو presence of endometrial glands and stroma in the uterine myometrium فهو اكتوبيك اندومتريال تيشو، لان المفروض ما عندنا اندومتريال تيشو مثل ما تشوفون هون، هذول المفروض ما موجودين، المفروض اليوترس لايك ذس زين. الريسك فاكتورز طبعا هو موضوع راح تاخذونه بعدين بس هاي على السريع، المالتي باريتي طبعا السيرجري واحد يعني واحد من الريسك فاكتورز، طبعا راح يكون انلارج اسيمتريك يوترس يكون تندر، ابنورمال بليدنج ديو تو ادينومايوسيس. فإذا شوفوا دائما من نقول الكاكوز للأبنورمال يوتراني بليدنج لحد يقول إندوميتريوسيس، الإندوميتريوسيس بوحده هو مو سبب للأبنورمال يوتراني بليدنج، تقولون أدينومايوسيس زين مو إندوميتريوسيس زين، لأن كثير أكو يسأل يغلطون لما يجون يعدون الأسباب مال الأبنورمال يوتراني بليدنج يقولون إندوميتريوسيس. الإندوميتريوسيس إذا عايزين خارج اليوترس راح يصير البليدنج بس داخل الابدومينال كافيتي ما يطلع عن طريق الفاجينا، فيعني ما يعتبر ابنورمال يوتراين بليدنج، بس اللي هو بداخل اليوترس اللي بداخل المايومتريوم اوف ذا يوترس هو هذا اللي يعتبر ابنورمال يوتراين بليدنج زين. مشكلته هو طبعا راح اغير اليوتراين كونتراكتيليتي، ولهذا البيشنت راح تجي كم بروفاوند ديسمينوريا، ديسمينوريا اللي هي البينفول منستريشن، يعني تجي كم سيفير بينفول منستريشن زين. الليومايوما او الفايبرويدز طبعا بيها انواع واحجام ومواقع، it is also called fibroids، هي benign tumors of the uterine myometrium. الباثوجينيسيس طبعا هو ما كلش واضح بس يقولون المايومتريال انجري، اي مايومتريال انجري ممكن تعمل لنا سيلولار بروليفريشن، ديكريز ابوبتوسيس، انكريز برودكشن اوف اكسترا سيلولار ماتريكس اند اوفر اكسبريشن اوف ترانسفورمينج جروث،
factors اللي هو راح يؤدي الى البرودكشن اوف ذيس تيومرز. طبعا بينوا اسبابه وراح تاخذوها بعدين ان شاء الله. الميكانيزم طبعا اللي تسبب بها البليدنج هو انه المفروض يكون قريب الفايبرويد على الاندومتريال كافيتي. اشقد قريب على الاندومتريال كافيتي اشقد البليدنج اكثر، اشقد السايز مالته اكبر اشقد البليدنج اكثر. زين طبعا اشقد اصغر البليدنج اقل، اشقد away from the endometrial cavity راح يكون البليدنج اقل بكثير. زين المانجمنت طبعا عندنا ميديكال وعندنا سيرجيكال، هيستريكتومي اور مايومكتومي بعدين ان شاء الله راح تشعوها تاخذوها. عندنا المالجنسي او الهايبربليزيا المشمولين بالاي ابنورمال يوتيراين بليدنج ام، ممكن يكون vulval, vaginal, cervical, endometrial, uterine and anexial cancers. Bleeding from cervical malignancy classically يجينا على postcoital bleeding أو intermenstrual bleeding. طبعا مو بس cervical malignancy يعمل لنا postcoital bleeding، مرات في الانفكشن يعني مجرد cervicitis ممكن تعمل لنا postcoital bleeding وممكن حتى تعمل لنا الانترمنسوال bleeding. فلا تنسون الانفكشن دائما، احنا نجي نعمل cervical smear نتأكد من السيلز هل انه benign لو pre-malignant، واذا كان هاي اول نقطة نتأكد انه ماكو malignancy ونتأكد ان ونشوف انه اغلب الاحيان نشوف انه اكو neutrophils feature of cervicitis. نعالج cervicitis تروح البوستكويتال بليدنج و everything will going normal. زين ممكن انه مثل ما قلنا كم يعني endometrial cancer او يسبق الهايبربليزيا ممكن هو غالبا due to hyperestrogenic state مثلا الكرونيك anovulation مثل البوليسيستيك اوفري سيندروم الأوبيسيتي، النالي جرافيديتي، هذولي أكثر الأشياء أو هرمون ريبليسمنت ثيرابي، هذولي أكثر شيء ممكن يعملونا هايبر استروجينيك ستيت، وممكن البيشنت يصير عنده هايبر بليزيا وبعدين اندومتريال كانسر. أكو فد سيندروم هو اللينش سيندروم، هذا يصير عندهم non polyposis colorectal cancer ومعانو يصير معانو endometrial cancer. هذول يعني هو سيندروم يصير عندهم colorectal cancer مع endometrial cancer. mostly هذول يصيرون before the age of 45. نعرف احنا دائما الكانسر هو age يعني مال خلينا نقول مال later age مو مال middle age يعني أو young age. بس ال patient اللي عندهم هذا السيندروم they can have the cancer endometrial cancer even from 30. then فلهذا أي patient عندهم colorectal cancer دائما فكروا لا يكون عندهم endometrial cancer، يعني لازم واحد يتشيك لا يكون عندهم أو والعكس صحيح. زين استروجين producing tumor نفس الشيء، هذول هم راح يعملون هايبر استروجينيك ستيت مثل الجرانيولوزا فيكا سيلا تيومرز، هذول ممكن همين يعملون هايبر استروجينيك ستيت وممكن يعملون هايبر بليزيا وماليجنانس. زين الكواجول هسه نجي خلصنا الفالم هسه نجي على الكواجولوباثي. Disorders of blood coagulation مثل البون والبراند ديزيز. طبعا كثير بنات يعني اكو مرات بنات يجون البرزنتيشن مالتهم هو heavy menstrual bleeding not responding to treatment. لما تبعثوا له investigation تطلع بون والبراند ديزيز. مرات يكون عندهم هيموفيليا لوكيميا ولهذا اي patient اذا تجيكم خصوصا اذا young يعني خلينا نقول adolescent راسا لا تبعثوها بس هيموغلوبين، دائما ابعثوا لها complete blood picture مع blood film حتى نعرف اذا اكو مثلا leukemia اكو مثلا abnormal cells
يعني المهم لينفوما مثلا، اي شيء نقدر يعني لازم نعرف انه اذا هذه المريضه كانت عندها ديزيز، واذا ومعنا اذا كنا شاكين فهم نبعث الفاكتورز، لازم نشيك فور فاكتور 10 فاكتور 8، نعمل لهم يعني سكرين حتى نعرف اذا المريضه عندها فعلا واحد من الكواجولوباثي. روتين سكرينينج مينلي انديكيتد فور مثل ما قلنا ادوليسنت هو هاز برولونج هيفي منسز بيجينينج ات مينار، وطبعا يكون نوت ريسبوند بيوج ولا تريتمنت. زين بالادلت سكرينينج فور ذيس ديس اوردرز انديكيتد باي كلينيكال ساينز، مثلا هي كانت نورمال كل شيء ما بيها السايكل مالتها كلها تمام، all of a sudden she started to bleed، يعني abnormal uterine bleeding، ما تجي نسألها بالهستري فعندها bleeding gums epistaxis ecchymosis، وطبعا هذه المريضة تحتاج work up حتى نعرف ايش سبب bleeding. Then other disorders that produce platelet deficiency مثل chronic anticoagulative therapy مثل الهيبارين low molecular weight هيبارين، خصوصا شوفوا هسه من خلف الكوفيد ناس كثيره استعملت الانكسوفارين اللو موليكولار ويت اللي هو اسمه الكليكسان. زين فاكو ناس صار عنده افكشن للسايكل ابنورمال يوتراين بليدنج، اي فيعني هذا هم واحد من الاشياء اللي هسه عم نلاحظه يعني من خلف الكوفيد. زين مثلا يعني لازم نشيك هاي الاشياء اذا كانت عاد تاخذ دراجز. زين نجي على الاوفيلاتوري ديسفانكشن الابنورمال يوتراين بليدنج او اللي هو البريدومينانت كوز اوف اوفيلاتوري ديسفانكشن اما الادوليسنت، يعني عاده الابنورمال اوفيلاتوري فانكشن او الديسفانكشن اوف اوفري عاده يكون اما اغلب الاحيان بالاكستريمز اوف ايج، يعني بالايرلي يعني بالادوليسنت وبالبري مينوبوز، يعني قبل ما تصير المريضه مينوبوز او الفيميل تصير مينوبوز يصير عندها ابنورمال يوتراين بليدنج ديو تو اوفيريان ديسفانكشن، واول ما يصير عندها البيوبرتي والمينار ممكن هم يصير عندها هذه المسوال بليدنج او ابنورمال يوتراين بليدنج ديو تو يعني ovulatory dysfunction. بس السبب هون مختلف، يعني هي مثلين ovulatory dysfunction بس سبب ovulatory dysfunction مختلف. عادة بالadolescent female يكون due to immaturity of hypothalamus pituitary ovarian axis، بعده ما كامل فلهذا الهرمونز بعدها ما منتظمة، فممكن يصير يعني فما يصير اوفيليشن عندنا فتكون irregular سايكل او هذه المسوال بليدنج، او حتى انه اوليجمينوريا يعني تروح مثلا كل شهرين ثلاثه تجي مره. بالاذر اكستريم اوف ريبرودكتيف لايف، انا قصدي اكستريم اوف ريبرودكتيف لايف يعني ريبرودكتيف لايف مو اوف لايف بشكل عام، اوف ريبرودكتيف لايف اللي هي قبل المينوبوز، هذه الفيميل يكون عندها هم يكون عندها ديكلاين بال يعني الفوليكلز بالرصيد مال الفوليكلز مالتها راح يقرب يخلص، فطبعا ما راح يصير عندها اوفيليشن افري مانث، فممكن انه هذه البيشنت او هذه الفيميل يصير عندها ان اوفيلاتري سايكلز، وممكن يصير عندها يعني بليدنج او irregular او abnormal uterine bleeding. زين فعندنا الاكستريمز اوف reproductive لايف كان هاف ذا abnormal uterine bleeding due to ovarian dysfunction. زين ليش يصير عندنا ال يعني اذا ما صار عندنا ovulation ليش يصير عندنا heavy menstrual bleeding؟ اول شيء احنا راح يصير طبعا لازم مثل ما قلت لكم لازم تكونون فاهمين المنسوال سايكل كلش مليح حتى يعني النورمال حتى تفهمون الابنورمال. الفيرست بارت اوف ذا سايكل اللي هو اسمه البروليفريتيف فيس اندر ذا افكت اوف اف اس اتش
which make the proliferation of the follicles. The follicle نفسها which will produce the estrogen. الاستروجين هذا راح يعمل it will affect the endometrial cycle. ايش يعمل؟ يعمل proliferative phase. زين؟ يزيد ال thickness of the endometrium. بعدين ايش راح يصير؟ راح تكبر الفوليكل. بعدين ايش راح يجينا؟ راح يجينا LH. ال LH ايش يعمل؟ it will trigger ovulation. زين؟ تطلع الفوليكل. ايش راح يبقى عفوا تطلع الاوفم ايش راح يبقى؟ راح يبقى الكوربس اليوتيوم اللي هو الباقي من الفوليكل بعد ما تطلع الاوفم. الكوربس اليوتيوم ايش راح يعمل؟ راح يفرز البروجستيرون. البروجستيرون ايش يعمل على الاندومتريوم؟ يحوله من البروليفريتيف فيس الى السكريتري فيس او اليوتيال فيس. زين هذا عاده اذا صار برجننسي طبعا راح يستمر لليوتيال فيس ويعني يستمر بالإفكت مال البروجستيرون. أما إذا ما صار بريجننسي إيش راح يصير؟ راح يصير السلافينج يبدي يقلل البروجستيرون فراح يصير السلافينج إلى البيسال لاير أوف إندومتريوم. اللي راح يصير أنه إذا ما صار عندنا أوفيليشن وما طلع عندنا بروجستيرون راح يظل يصير بروليفريشن يظل يصير استروجين لأنه ما جبتوا علامة أنه انتقف يا استروجين البروجستيرون راح يشتغل راح يظل الاستروجين يشتغل راح يظل يصير بروليفريشن فهوني طبعا راح يستمر البروليفريشن البلد سبلاي ما يلحق للنمو مالته فراح يقوم يصير نكروسيس وفراح يصير عندنا irregular bleeding وراح يصير عندنا heavy bleeding. زين فهذا هو السبب بأنه an ovulatory cycle تعمل لنا abnormal uterine bleeding. زين مفهومه لي هوني؟ عندكم سؤال؟ ماكو سؤال؟ اوه زين هسا نجي على هذا اللي حكيت لكم علينه نفسه السلايد نفس الحكي اللي حكيت لكم هو زين مثل ما قلنا هاي نفس الأسباب إمتى يكون عندنا an ovulation مثل ما قلنا the extremes of reproductive life إذا the patient عنده polycystic ovarian syndrome إذا عندنا hypothalamic dysfunction مثل related to weight loss severe exercise stress or drug use abnormalities of other non-reproductive hormones مثلا الثايرويد أو البرولاكتين أو الكورتيزول. شوفوا سبحان الله الجسم وحدة واحدة يعني أي جلاند يصير بيها خربطة بقية الجلاندز كلها تكون مشمولة بالخربطة فدائما لما عندنا patient عنده abnormal uterine bleeding don't think about the uterus and ovary alone think about pituitary think about adrenal think about thyroid لأن كلهم لهم علاقة بالregulation مو اليوترس هو صح معتمد على الأوفري بس الأوفري معتمد على الثايرويد والأدرينال والبيتوتري والهايبوثالاموس زين فشيء معتمد على شيء زين الياتروجينيك اللي هو الاي من الكوين هو abnormal bleeding resulting from medication مثل ايش مثل الهرمونال preparations مثلا selective estrogen receptor modulators gonadotropic releasing hormone agonist او antagonist يعني هذا احنا عن نعمله احنا بالادويه اللي عن ننطيها عن سبب له abnormal uterine bleeding مثلا عندنا التاموكسيفين تعرفون التاموكسيفين اللي احنا ننطينه ينطونه بالتأجوب ثيرابي بالبريست كانسر زين التاموكسيفين يشتغل على اليوترس يعمل هايبربليزيا زين فهو ياتروجينيك احنا عطيناه صح احنا بيدنا عطيناه هون الهايبربليزيا ما صارت من الجسم نفسه صارت بسبب الدرج احنا عطيناه زين فهذا يعتبر ياتروجينيك زين الهايبر برولاكتينيميا كان ريزلت فروم سنترال نيرفس سيستم دوبامين انتاغونيزم اوف سيرتين انتي سايكوتيك دراجز يعني انتي سايكوتيك دراجز انتي شيزوفرينيك دراجز
هذول ممكن يزيدونا البرولاكتين ليفل، والبرولاكتين ليفل طبعا راح يعمل لنا ان اوفيليشن، والان اوفيليشن راح يعمل لنا ابنورمال يوتراين بليدنج. شايفين شلون؟ يعني شيء يودي على شيء. زين، الكومبايند ذا اورال كونتراسبتيف بيلز اند ذا بروجستيرون اونلي اورال كونتراسبتيف بيلز may result in breakthrough bleeding. هذا واحد من ال side effects مال ال combined أو ال progesterone only. طبعاً ال combined نعطيها for contraception لل patients اللي not lactating. أما اللي lactating نعطيها progesterone only pills. يعني ما بين استروجين، لأن الاستروجين يقلل ال milk secretion. فنعطيهم progesterone only pills. هذول النوعين من الـ من الكونتراسبتيف بيلز ممكن يعملوا لنا شيء يسمونه بريك ثرو بليدنج، والمريضه تجي كن قاعد تاخذ الدواء بشكل منتظم بس ما تشوف الا صار عنده بليدنج، نطمنه احنا انه ممكن يكون هذا السبب من الاورال كونتراسبتيف بيلز. طبعا بعد ما نكون تاكدنا انه ماكو اذر كوز، ممكن نزيد الدوز مال الاستروجين حتى نتغلب على هذه شغله البريك ثرو بليدنج، او نزيد الدوز مال البروجستيرون في بالبروجستيرون اونلي بيلز، او نغير الواي اوف كونتراسبشن. زين، اذا كان عندنا مرات انتراكشن بين اورال كونتراسبتيفز اند اذر ميديكيشن، يعني هي عاد تاخذ التريتمنت مالتها صح، صاغت مثلا دياريا، مثلا العفو صاغت مثلا انفلونزا، او صاغت مثلا يو تي اي، اخذت انتي بايوتيك خصوصا البنسلين اللي يدخلون الانتيروهيباتيك سيركيليشن، من تاخذ ادويه مثل الانتي بايوتيك اللي تدخل الليفر الميتابوليزم مالته راح تاثر على الاورال كونتراسبتيف بيلز، فتكون لانه تكون انزيم انديوسر راح تهضم او تعمل يعني شلون نقول انه تخلص تاثير الاورال كونتراسبتيف بسرعه، فممكن ان من البادي فممكن يساعدنا بليدنج. وبنفس الوقت هذا البيشنت شي كان جيت بريجننسي، لانه راح يصير عنده ممكن يصير عنده اوفيليشن، فلهذا دائما المريضه اللي تاخذ اورال كونتراسبتيف بيلز لازم نكون كلش حذرين معاها من نعطيها انتي بايوتيك، لازم نعرف ايما انتي بايوتيك اللي ما يدخل الهيباتيك سيركيليشن او المايسولو ابزوربشن بالهيباتيك سيركيليشن حتى لا ياثر على الاورال كونتراسبتيف بيلز، ولا ما تشوفون الا البيشنت جيت بريجننت وهي عاد تاخذ الاورال كونتراسبتيف بيلز وتكون صاغت كثير. الاندومتريال اي ابنورمال يوتراين بليدنج اي اللي هو هوني ما عندنا اي كوز، طبعا لا عندنا ليومايوما ولا ادينومايوسيس ولا بوليب ولا عندنا يعني ياتروجينيك كوز ولا كل شيء، هو اليوترس بنفسه هو يزيد دم كثير، هو يعني طبيعته يعني هذا ايش يكون السبب. احنا عندنا بالاندومتريوم عندنا البروستاجلاندين اف F2 ألفا، هذا مسؤول عن البلود عن الفيزل كونسنتريشن. البروستاجلاندين اي هذا مسؤول عن الدايليتيشن. زين، فاذا كان البروستاجلاندين F2 ألفا اكثر من البروستاجلاندين اي فراح يكون البلود يعني لوس قليل، او العكس اذا كان صحيح. فلهذا مرات هي خلقتها هالشكل، يعني مو لان اكو فد ديزيز، هي خلقه الاندومتريوم مالتها هالشكل. زين، بس هذا لازم نتاكد انه ماكو اذر كوز حتى نقول انه هو هذا السبب. زين، فاكو هاكد يعني هي اوفيلاتوري وكل شيء وما بيها اي مشكله، لكن عندها هاي الشغله بالاندومتريوم نفسه. زين، عندنا هو احنا عندنا البروستاسايكلين والبروستاجلاندين اي، هذول الاثنيناتهم فازودايليترز، وعندنا مقابيل البروستاجلاندين اف 2 الفا هذا الفازوكونستريكتر. فاذا صار عندنا لو يعني عندنا بروستاجلاندين اف 2 الفا لو بروستاجلاند اف 2 الفا الى البروستاجلاندين اي راح يزيد المنسوا البلود لوس. زين، فهذا يعني هذا هو خلقه هالشكل، ولهذا ترشعون اكو
اكو نساء يعني هي ما عندهم اي ديزيز بس هم خلقتهم عندهم، ولهذا تشوفون الفاريشن بالمنسولات من 10 إلى 80 تشوفون هذا الفاريشن هو هذول اللي للثمانين او شويه اكثر، هذول اذا ما عندهم اذر كوز فهم من هذول الجماعه. زين هوني not otherwise specified مثل ما قلنا أو not classified، فمثلا abnormal bleeding not classified in the previous categories ممكن أنه نعتبره مع ال abnormal uterine bleeding in. examples مثلا ال foreign bodies ال trauma هذولي ممكن نحطهم من ضمن هذا ال non classified. هسا لي هوني هذا انتهينا من ال classification الجديد أو الـ Pound Coin Classification. أحد عنده سؤال؟ أنتم موجودين لو أحتم تتغدون؟ موجودين دكتور. بعد ما صارت الغدوة يا دكتورة. ها إيه خوش. زين. زين عندكم سؤال لهوني هذا الـ Classification الجديد. لأن راح أبدي أحكي على الـ Classification القديم أو اللي هو متبع يعني أو اللي راح تسمعونه كثير. دكتورة؟ اي نعم تفضل. بس بالبروستاجلاندين احنا يعني ذكرنا انه نشخصه باي اكسكلود اذر كوزز. ايه يعني ايش انا راح اعرف انه هي عندها مثلا مشكله بالبروستاجلاندين لو اخليها ضمن هاي الفئه اللي هي نان كلاسيفايد؟ لا لا لا، هي انه انت ما هي ما عندها ما عندها اي كوز من الاسباب اللي حكيناهم قبله. اللي هون النان كلاسيفايد ما عاد اقلكي هو بعدهم عم يشتغلون علينا، بس هي شافوا انه عملوا دراسات اخذوا سبيسيمنز من اندومتريوم وقاسوا البروستاجلاندين بين وشافوا انه اكو فاريشن بين الفيميلز، فلهذا عملوا له انتيتي بوحده اللي هو ابنورمال يوتراين بليدنج اي، يعني هذا صنفونه دخل ضمن التصنيف لانه شافوا اكو دراسات هالشكل. فهم يعني والدليل على هذا مثل ما راح نشوف بعدين انه لما ننطي اكو تريتمنت يعني مثلا ننطي النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري يقلل البليدنج، فمعناها انه فعلا هم عندهم البروستاجلاندين عندهم يعني او ديسفانكشن او الريشيو بتوين بروستاجلاندين اف تو الفا الى البروستاجلاندين اي قليله. زين فلهذا يستفيدون من النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري مثل ما راح نشوف بعد شويه. زين هو ليش هذا قلت هي باي اكسكلوجن، يعني احنا باي اكسكلوجن ما بس انه الكوز، انه من ننطي تريتمنت هم يصير ريسبونس، من يصير ريسبونس فاذا هي فعلا كانت هالشكل. عرفت مشى؟ زين هسه نجي على الابنورمال يوتراين بليدنج حسب التصنيف القديم او المصطلحات اللي نستعملها كثير او اللي راح تستعملوها كثير. دكتوره؟ اي نعم تفضلي. دكتوره احنا راح نتبع النظام الجديد ولا النظام القديم هسه حاليا؟ انتم يعني شوفي انتم بالنسبه للكلينيكال يعني هاي هسه اللي راح اذكرهم هذول المصطلحات اللي راح اذكرهم هذول كلينيكال. تمام؟ هذول كلينيكال يعني احنا مثلا من تنسالون من تعبرون عن مريضه مثلا تقول والله هاي البيشنت مثلا مينوريجيا، انا افتهم راسا ايش قصدكم بالمينوريجيا، هذول كلينيكال تيرمز. هذوك اكثر يعني تورد يعني ايش نقل كلاسيفيكيشن تورد شيء مثلا مور اكاديميك، يعني شيء مثلا مال كتب خلينا نقول، مو مال كلينيكال يعني مو مال ديلي لايف خلينا نقول. زين بس انتم لازم تعفوهم لانه راح الكتب الجديده كلها راح تتحدث احتمال خلال سنتين على هالاساس، فحتى لا يعني تكون غريبه عليكم ما تعفوها. زين لان هسه عندنا هاي المصطلحات او الكلينيكال تيرمز اللي احنا نستعملها هي مثلا المينوريجيا او الهايبر مينوريا اللي هي يوافقها بالتصنيف الاول يسمونه هيفي منسترال بليدنج. شفت من بالتصنيف الاول الجديد ما ذكرنا شيء اسمه مينوريجيا، نقول هيفي منسترال بليدنج بس ماكو تسميات. بس هوني
يعني اللي ماثله بال يعني او من نريد نعبر عن الهيفي منسوال بليدنج نقول مينوريجيا. المينوريجيا او الهايبر مينوريا هي prolonged cycle more than 7 days and or excessive blood loss اكثر من 80 سي سي او ميل. بس اشنو الميزه مالته؟ انه regular interval، يعني هي الفيميل هذه تجيها السايكل مالتها كله مثلا 21 يوم، بس اشنو تطول اكثر من 7 ايام او الكميه اكثر من 80 سي سي او اثنيناتهم. بس اشنو مهم انه ريجولار، يعني هي تعرف ايمتى راح تجيها السايكل، هاي سموها مينوريجيا. الميتروريجيا هو لا الريجولار بغض النظر كثيرة قليلة، بس هي المهم الريجولار، يعني تجيها مثلا 5 ايام، ترجع مثلا 5 ايام without bleeding او 6 days without bleeding، ترجع مثلا 3 days bleeding، ترجع مثلا اسبوع without، ترجع بعدين مثلا 2 days او 5 days bleeding وهكذا، هاي سموها ميتروريجيا. عندنا المينوميتروريجيا هو أنه prolonged uterine bleeding is prolonged and irregular، يعني هم طويل وممكن يكون كثير ولكن irregular، يعني يجمع بين الاثنين الفوق المينوريجيا والميتروريجيا. زين البوليمينوريا هو uterine bleeding at regular intervals of less than 21 days. احنا قلنا النورمال هو الانتر يعني من اول يوم بالسايكل، في اول يوم بالسايكل 21 يوم، اذا كان اكثر من يعني كانت المسافه او الانترفال من اول يوم دي اول يوم اقل من 21 يوم فهذا يسمى بوليمينوريا. عندنا الانترمينسترال بليدنج هذا عندنا تو سايكلز نورمال ريجولار، بس بالنص بيناتهم يصير عندنا بليدنج of variable amounts، مرات spots، مرات يطول يوم، مرات يطول 6 ايام، ف variable amounts، بس المهم هو regular cycles، يعني in between them اكو شيء يسمونه intermenstrual bleeding. زين عندنا الاوليجمينوريا هذا انه من اول يوم لاول يوم اكثر من 35 يوم، اكثر يعني 35 فما فوق، من اول يوم لاول يوم السايكل، هذا يسمونه اليجمينوريا، ومثل ما قلنا لستة اشهر، اذا بعد الستة اشهر ايش نسميها؟ مينوبوز؟ لا امينوريا. ايه ايش ام وش تايب اوف امينوريا؟ اعرف امينوريا قدامكم هي سكندري امينوريا. سكندري ايه سكندري، احنا ما قلنا secondary amenorrhea هي اما انه no cycle for the last 6 months او على او يعني less than 3 cycles per 6 months، هذا تعتبر secondary amenorrhea. زين ال postmenopausal bleeding هو uterine bleeding that occurs more than 1 years after the last menses، يعني احنا حتى نقول menopause هذه this female reaching the menopause لازم يكون يعني هو retrograde diagnosis، يعني لازم من تاريخ هذه السايكل لحد الآن عبرت السنة حتى أقول هذه منوبوز، إذا رجعت جتنا وراها صار عنده bleeding فهذا يسمونه postmenopausal bleeding. premenstrual spotting اللي هو light bleeding preceding regular menses، يعني كل شيء regular كله تمام، السايكل از اوكي، بس تجيكم الفيميل كومبلينينج اوف تقول انا قبل السايكل قد 3 ايام يجيني سبوتس عاده براونش، زين وهذه ما اعرف انا اصلي اصوم بيها ما اعرف، يعني الثلاث ايام هذه غير السايكل مالتي، يعني انا اعرف السايكل مالتي مثلا 5 دايز بس قبل بثلاث ايام او 4 ايام تصير عندي هاي السبوتس اريد حل. عادة هذه السبوتس هي سببها اليوتيال فيس انسفشنسي، يعني البروجستيرون قليل ما يلحق انه تكيب ذا اندومتريوم تل ذا اند
of the luteal phase. فايش يكون يصير؟ يصير هاي النقط. الحل مالته كلش سهل، انه انطي اكسوجينس بروجستيرون راح تنحل المشكله والمريضه تجيها بس السايكل عاديه without these spots. زين، فهذا بالنسبه للبريمنسوال سبوتينج. زين، عندكم سؤال لي هوني على هاي الديفينيشنز؟ دكتورة؟ اي نعم. دكتورة إذا السبوتينج صارت بعد المنسترول سايكل اي شلون بهاي الحالة؟ إذا بعد المنسترول سايكل معناها بالعكس، معناها الاستروجين قليل. لأن احنا قلنا اليوتيال فيس منو اللي يحكمه؟ البروجستيرون. والبروليفريتيف فيس منو يحكمه؟ الاستروجين. فإذا عندنا سبوتينج بعد السايكل فمعناها الاستروجين قليل. وإذا عندنا سبوتينج قبل السايكل معناها البروجستيرون قليل. ليش قلت لكم افهموا المنسوال سايكل الفسيولوجي مالته؟ إذا ما تفهمونه كله حكينا ما راح تفهمونه. الجايني كله ما راح تفهمونه. إذا ما تفهمون المنسوال سايكل وكل جزء من السايكل أشنو اللي يحكمه؟ ويتش هرمونز. زين؟ تمام دكتورة. أوكي حبيبي. تمام، هسا نجي على الاتيولوجيز. طبعا عندنا اورجانيك وعندنا ديسفانكشنال. الاورجانيك ممكن تكون سيستميك كوزز او ريبرودكتيف تراك ديزيز او ياتروجينيك، والديسفانكشنال ممكن يكون اوفيلاتري او ان اوفيلاتري. هسه راح تشوفون اشياء. زين، مثلا الكومبليكيشن اوف بريجننسي هذا ممكن يعمل لنا ابنورمال يوتراين بليدنج. إذا كان انترايوترين بس مثلا بينو كومبليكيشن، مثلا ثريتند ابورشن، مثلا انكمبليت ابورشن. زين، هذول كلهم يعملوا لنا ابنورمال يوتراين بليدنج. الاكتوبيك بريجننسي يعمل لنا ابنورمال يوتراين بليدنج. الابورشن مثل ما قلنا. جستيشنال بروفوبلاستيك ديزيز، الانتي بارتم هيموريج بضمنه البلاسنتا بريفيا ممكن انه يعمل لنا ابنورمال يوتراين بليدنج. زين، عندنا الانفكشن. لا تنسون الانفكشن. الانفكشن is very important cause of abnormal uterine bleeding. واسهل كوز بصراحة، هو اسهل كوز. يعني انت مجرد تعالجون الانفكشن نص مشاكل المغة تنتهي. بس لازم يجي ببالكم، لازم تشيكون مضبوط على الانفكشن. انفكشن هو مثل ما قلت لكم قبل شوية سيرفيسايتس او اندوميترايتس او حتى PID، يعني pelvic inflammatory disease in general. ممكن انه تكون سبب ال abnormal uterine bleeding، بس اكثر سببين هو السيرفيسايتس والاندوميترايتس. زين، التروما، laceration، abrasions، foreign body insertion ممكن يكونوا سبب. مالجنت مثل النيوبلازمز، مثل يكون سيرفايكل او اندومتريال او اوفيريان، هذول ممكن يكونون كوز. البيناين اللي هي مثل ما قلنا البوليب، اندومتريال بوليب او سيرفايكل بوليب، ليوميوما، ادينوميوسيس، هذول ممكن يكونون همين سبب للابنورمال يوتراين بليد. السيستميك ديزيز، الهيباتيك ديزيز، الرينال، الكواجولوباثي، ثرومبوسايتوبينيا، فون ويلبراند ديزيز، اللوكيميا، هذول كلهم ممكن يكونون سبب للابنورمال يوتراين بليدنج. زين، الميديكيشن مثل ما قلنا ياتروجينيك. واحد منهم المهم اللي انتم ما اعرف ليش دائما تنسونه بالهيستوري او ككوز للابنورمال يوتراين بليدنج اللي هو الانترايوتراين ديفايس اللولب. زين، كثير بيشنت هي يعني مرات تجي هي تقلل كم عندي لولب وعيسى عندي نزيف. مرات هي ما تجي تقلل كم عندي لولب، تقول بس عندي نزيف، وانتم تحيغون وتدورون بكل هاي الكوزز وتنسون اصلا تسالوها على الكونتراسبشن. واحد منهم الانترايوتران كونتراسبتيف ديفايس، ممكن يكون الانجكتبل بروجستيرون ممكن يكون سبب همين للابنورمال يوتراين بليدنج. مثل ما قلنا قبل شويه الاورال كونتراسبتيف بيلز، الكومبايند او البروجستيرون اونلي بيلز همين ممكن يكونون سبب. فدونت فورجيت تو اسك اباوت كونتراسبتيفز، الهرمونال اند ذا انترايوترين كونتراسبتيف ديفايس. دونت
don't forget to ask about them. Psychotropic drugs عادة شوفوا عادة المريضة تخفي ال psychotropic drugs عادة يعني ما تيجي تقلكم أغلبيتهم 99% ما يجي تقلكم أنا epileptic ما يجي ما تيجي تقلكم أنا on psychotic anti psychotic drugs ما تقل ما تيجي تقلكم أنا I am schizophrenic on a treatment زين ف يعني لازم انت متعمقون بالسؤال لانه المرات يعني غالبا الادويه تكون ريليتد للابنورمال تراين بريد او مثل ما قلت لكم هي كوفيد وان مثلا مثل ما قلت لكم قبل شوي على الهيبارين لو مولكيولار ويت هيبارين ممكن يكون هو السبب زين الهرمونال امبالانسز مثلا عندكم الهايبو والهايبرثايرويديزم اثنيناتهم ممكن يعملوا لنا ابنورمال يوتراين بليدنج زياده او نقصانا الهايبر برولاكتينيميا كوشنج ديزيز بوليسيستيك اوفيريان سيندروم ادرينال ديسفانكشن او تيومر ستريس اكسسيف اكسرسايز اكسسيف ويت لوس زين هذول كلهم ممكن يكونون كسبب للابنورمال جينيتال بليدنج او ابنورمال يوتراين بليدنج شوفوا هم نفس هذوك نفس التصنيف هذاك بس الـ 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 يعني بطريقه اخرى بس احنا عم نذكر نفس الاسباب بس بترتيب اخر زين هاي كسكيم حسب العمر وحسب ال شو اسمه يعني الكوزز هذا أهم حتى يسهل عليكم الحفظ يعني مو أكثر نفسه بس ترتيب يعني then اللي at birth ممكن يكون استروجين withdrawal of the mother تشعون تجيكم الفيميل الأم شيل الطفلة وميت من الخوف بعد نيو بورن وتجيكم تقلكم there is blood from her vagina بعدها يعني هي كم يوم عمرها زين السبب هو الاستروجين اوف ذا مذر وذ درول اوف استروجين اوف ذا مذر فبكش يعني تأفكت الاندومتريوم اوف ذا يوترس اوف ذا بيبي فعادي نطمنه ريأشور هير everything is will resolve spontaneously no need for any treatment زين الاكبر شويه من البيرث يعني عمره 4-5 سنين 6 سنين هذول اكثر شيء عندهم الفورم بودي انسرشن في فاجينا مرات يعملون تروما لنفسهم مرات يصير انفكشن زين عندنا المهم يعني المخيف اللي هو الساركوما بوتيرويدس اللي هو كانسر اوف فاجينا مرات عندنا اوفيريان تيومر مثل ما قلنا تروما سكس ابيوز ممكن يكون بهذا العمر زين العشر سنين وفوق يعني خلينا نقول الادولسنت من 10 إلى 20 سنة او من 12 سنه الى 20 سنه هذول البلد سيكريزيا مثل ما قلنا هايبوثلاميك اماتوريتي تكون ان اوفيلاتري سايكل ويصير عندهم البليدنج ممكن يكون سايكوجينيك مثل ما قلنا انوركسيا نيرفوزا يصيغون او بوليميا فتجيها سايكل اول مره هي مو برايمري امينوريا بس تبدي تزيد او تقل يعني يصير بيها ديستربنس ابنورمال يوتراين بليدنج زين الانوفيليشن ممكن يكون هذا من الحد تقريبا 20 الى بري منسترول ممكن يصير عندنا اما يكون بريجننسي كومبليكيشن مثل ما قلنا او اورجانيك ستراكشرال مثل اليوميوما او الادينومايوسيس الانفكشن الياتروجينيك مثل الانتيكواجولانت والبلد سيبريزيا ممكن تكون سبب شوفوا البلد ديسكريز يعني مثلا البون والبران ديزيز عادة يكتشف باليونج ايج عادة بس مثلا اللوكيميا وهذول الاشياء لا يعني هي تكون اول اوف صدم وبعدين تجي تصير مثلا بليدنج فهوني لازم نشك بالبلد ديزيز زين مثلا بالعمر اللي هو بالريبرودكتيف ايج يعني الـ مثلا بين خلينا نقول 20 إلى 40 هذول اكثر كومبليكيشن او اكثر سبب للابنورمال يوتراين بليدنج هو الـ اكثر سبب هو البريجننسي اند اتس كومبليكيشن
بعدين يجي الستركتشرال اللي هو اليومايوما والادينومايوسيس. زين ممكن يكون البلد ديسكريزيا والياتروجينيك، وبالاخير نخلي الكانسر. يعني ما نجي نخلي الكانسر هو رقم واحد، بينما بالبوست مينوبوز لا، رقم واحد هو ال 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 الكانسر. تشوفون حسب الايج، بالادوليسنت رقم واحد هو البلد ديسكريزيا، بالاخير الكانسر. زين فهي هم نفس الاسباب تقريبا بكل الايجز، بس نقدم ونأخر بهم حسب العمر. زين هاي نفس الشيء، شوفوا هم نفس الشيء بالادوليسنت. هسه بوضعنا الحالي وي ماست رول اوت بريجننسي، قبل كنا ما نحط هذا لانه ما كان اكو بريجننسي كثير. الانوفيليشن از ذا موست لايكلي كوز بليدنج ديس اوردر. البرودكتيف ايج اكثر شيء ممكن يكون مثل ما قلنا البريجننسي او الهرمونال ديسفانكشنال يوتراين بليدنج. البيريمينوبوز او همين البريجننسي، بس هوني نجي البريجننسي مو بالبدايه. اول شيء اناتومي، يعني ستراكشرال يكون عنده فايبرويد او ادينومايوسيس او ممكن يكون كانسر. الشغله الثانيه اللي هو الان اوفيلاتوري، واخر شيء البريجننسي حسب العمر. بينما البوست مينوبوز اول شيء نفكر بينه هو الاندومتريال كانسر. طبعا هو اغلب الاحيان ما يطلع اندومتريال كانسر، يطلع بالعكس اندومتريال اتروفي يكون سبب البليدنج. بس احنا الاتروفي ما مخيف وما ما لايف ثريتنج، مو مثل الكانسر. فاحنا اول شيء نعمل يعني نتاكد انه ما كانسر، وبعدين نقول اوكي ات از اتروفي. زين خلينا نقول الديسفانكشنال يوتراين بليدنج هو it is the uterine bleeding in absence of an organic disease. ماكو اي organic disease، ما حصلنا اي سبب. الانسيدنس هو 10 to 20%. usually قلنا at extremes of reproductive life، يعني بالearly age وبالlate reproductive age. الـ forms of dysfunctional uterine bleeding ممكن يجينا acute وممكن يكون chronic، وممكن يجينا على شكل مثل ما قلنا intermenstrual bleeding. ايمتي اشو ننطق ونقول انه excessive او قصدي acute؟ راح يكون episode، تجيكم المريضة مرعوبة تشتكي من severe vaginal bleeding. يعني طبعا هي she is not pregnant، لان احنا اذا pregnant نفكر بالcomplication مع pregnancy. She is losing a lot of blood. Hemodynamically, she is start to be unstable. Then, for هذا يسمى acute dysfunctional uterine bleeding. المريضة الكرونيك هي لا، صار فقط 6 شهور تقريبا على هذا الحال. بدت السايكل مالي تزيد وظلت زايده خلال هاي 6 شهور. زين فهذه يسموها كرونيك. واللي ايبيزود اللي هسه صارت اول مره تصير عنده بالسيفير، هذه يسموها اكيوت. زين فالانترمنسوال بليدنج قلنا انه يعني ممكن همين يجي ديسفانكشنال على شكل انترمنسوال ان بتوين تو ريجولار سايكلز. زين الدايجنوزيس طبعا باي اكسكلوجن ال dysfunctional uterine bleeding، قلنا انه نتاكد انه ماكو اي كوز من هذوك الكوزز حتى نقول انه it is dysfunctional. اشون بالهيستوري والاكزامينيشن والانفستيجيشن. زين نفس الشيء هوني ثرو ميديكال هيستوري، لازم الايج والمنسوال هيستوري، الماريتال هيستوري، انفرتيليتي هيستوري اوف اندوكراين ديزيزز قبل ايش عنده او كوجيليشن ديس اوردرز. History of recent medication ايش عم تاخذ هسه حاليا. الفيزيكال اكزامينيشن لازم يشمل الانيميا، الثايرويد لازم نفحص الثايرويد دائما. اي بيشنت عنده abnormal uterine bleeding لازم تفحصون الثايرويد. ممكن لانه ممكن يكون السبب hypothyroidism hyperthyroidism
يعني features of hypothyroidism أو hyper، يعني وحدة عندها ptosis وحدة عندها exophthalmos بالعكس. زين polycystic ovarian syndrome، obese، hirsutism، acanthosis nigricans، هذول features of polycystic ovary. أو hemorrhagic disorder، تشوفون ecchymotic patches petechiae على السكن، فهذول من ضمن ال physical examination. وأكيد ال gynecological examination رول اوت مثلا، يعني حتى تشوفون يوتراين سايز، اكو مثلا انكريز باليوتراين سايز، تندر لولا، بينو فايبرويدز لولا، زين اكو انفكشن لولا، زين. وطبعا اكيد ما بس اليوتراس، السيرفكس همين كذلك لازم ينفحص، والفاجاين. الانفستيجيشن اللي تدزوها كومبليت بلاد كاونت، كوغليشن فانكشن تيست، لازم بريجننسي تيست اذا كنتوا تشيكين، بلفيك الترا ساوند، مثلا تشيكون اكو اوفيوليشن لو لا. الاوفيوليشن عاده يتشيك ات ذا ميدل اوف ذا سايكل، يعني تسالوها ترجعون ايش قد طول السايكل مالتها، تقسمونه على اثنين تقريبا بهذاك الوقت راح يكون الاوفيوليشن، تعملوا له الترا ساوند او تشوفون اذا كان اكو عنده ماتور فوليكل او لا. زين، او اكو اوفيوليشن كيت بس مثل البريجننسي تيست، راسا بس تخلي عليه دروبس اوف يورين ويطلع له، اذا طلع له خطين يعني معناها كان صار اوفيوليشن، اذا ما طلع له يعني معناها ماكو اوفيوليشن، فاذا هذه اوفيوليشن ديسفانكشن. زين، بالادوليسنت مثل ما قلنا it is usually abnormal uterine bleeding due to an ovulation due to immature hypothalamic pituitary axis، وطبعا لازم to roll out pregnancy مثل ما قلنا، و consider bleeding disorders. The bleeding disorders مثل von Willebrand disease it affects 1% of population، it is autosomal dominant dominant. الدياغنوزز أشون راح يكون there is an increase بالبليدنج تايم، decrease factor 8 والبون والبراند فاكتر والريستوسيتين فاكتر اكتيفيتي كلهم decrease. The treatment بالديزموبرسين intravenous or intranasal، وممكن ننطي شو اسمه فاكتر 8 أو بلازمينوجين اكتيفيتر، هذول to treat the bone والبراند disease. بالريبرودكتيف ايج قلنا لازم نعرف إذا أكو structural أول شيء، we must exclude pregnancy and its complication، إذا كان عنده intrauterine devices، إذا عنده polyps، fibroids. الفايبرويدز أشون تعمل bleeding، تزيد المساحة السطحية للإندومتريوم ولهذا تزيد bleeding. ممكن يكون عنده endometrial cancer أو endometrial polyp أو hyperplasia. زين، الأوفيلاتري سايكل أشن نعرف بالهستري أنه الpatient has ovulatory cycle قبل ما نتأكد بالألتراساوند. مميزات الأوفيلاتري سايكل، أول شيء لازم تكون regular cycle، تكون there is a premenstrual symptoms اللي هي breast tenderness، الpatient يكون عنده dysmenorrhea. عادة الأوفيلاتري سايكل يكون painful، عادة الانوفيلاتري سايكل تكون not painful، يعني تشعون الفيميل تجيها السايكل without، طبعا هو ما شرط بالكل بس عادة الاوفيلاتري سايكل تكون painful. اكو شيء اسمه المثل شميرتس اللي لازم تعفونه، مثل شميرتس سيندروم او يعني مثل شميرتس effect of ovulation. هذا ايش يصير؟ الفيميل يصير عنده pain at the middle of the cycle، يعني at the time of ovulation. طبعا كثير كن شفتوا يفتحوها على اساس appendicitis وتطلع بس مجرد مثل شمر. المثل شمر ليش يصير؟ طبعا هذا بالنسبه للعالم اللي يعني شافه او اكتشفه او لاحظه، هو الفوليكل اشكوا بيها، الفوليكل بيها فلويد وبيها الاوفر. لما يصير رابتشر للفوليكل راح يصير سبلج للفلويد هذا مال الفوليكل للبيريتونيوم. لما يصير له سبلج راح يعمل شيء يسمونه بيريتونيزم، يعني يعمل تهيج بالبيريتون،
هذا يتشخص خطأ على أساس أنه ممكن يتشخص خطأ على أساس أنه أبندسايتس، خصوصا إذا صار من جهة اليمين، يفتحوها على أساس أبندسايتس وتطلع it is not peritonitis it is peritonism. زين، بمجرد أنه تخلوها مدة 24 ساعة it will resolve by itself just by simple analgesics. زين، وهذا عادة يصير إذا كان أكو ovulation بأكثر من follicle at the same time. تمام، فهذه هاي المريضة، ولهذا دائما خصوصا الشباب اللي راح يداومون بالجراحة إن شاء الله دائما اسألوا على السايكل وتأكدوا هل هي البيشنت في الميد سايكل ولا لا، لأنه ممكن كلش تكون مثل شمارس. زين، اكو البايفيسك تمبرتشر يعني تشينج، راح يكون عنده الفيميال اللي يصير عنده اوفيلاتري سايكل اليفيشن بالتمبرتشر due to progesterone secretion، لأن البروجستيرون هو الثرموجينيك هرمون، فيزيد شوية، طبعا ما يزيد كثير، يزيد بالبوينت بالحرارة يعني تقريبا نص درجة. زين، فهذه المواصفات مالت الأوفيلاتري سايكل. الان اوفيلاتوري سايكلز، اول شيء تكون ان بريدكتبل سايكل لينك وان بريدكتبل بليدنج باترن، بكيف تجي وبكيف تروح وبكيف تطول الايام اللي تغيدها، فريكوينت سبوتنج يصير عندهم، ان فريكوينت هيفي بليدنج ومونوفيزيك تمبريتشر كيرف، ما يصير عندهم اليفيشن بالتمبريتشر لانه ماكو بروجستيرون. شوفوا هذا الفرق، شوفوا هوني اكو اليفيشن بالتمبريتشر، هذه ايام الاوفيليشن، بينما بالان اوفيلاتري كله نفسه تقريبا، كله نفسه، ما اكو اليفيشن بالتمبريتشر. زين، هذه كانت قبل يعتمدون عليها، يعطون هذا البيشنت الشارت هذا يقولوا له انه قبل ما تقوم من المنام تقيس الحراره مالتها، هسه بطل لانه الناس عاد تعتمد على الالترا ساوند وعلى الاوفيليشن كيت، بس حتى اذا سمعت ما تعرفون ايش معناه. زين، عندنا سيرفايكل، ممكن يصير عندنا سيرفايكل بليدنج ديو تو سيرفايكل كانسر او انفكشن مثل ما قلت لكم، فال بوست كويتال بليدنج از كومن فروم سيرفيسايتس، وممكن يكون ديو تو مثلا يعني اما يكون بكتيريال او يكون ان ايروبيك او يكون يعني ان ايروبيك بكتيريا او يكون بسبب parasitic infestation مثل الترايكوموناس فاجينالس انفكشن اللي راح يعمل لنا strawberry red cervix with bleeding on contact. فاحنا لازم نعمل ننطي تريتمنت ونعمل سيرفايكل سمير حتى نتاكد انه ما اكو malignancy. البنين نيوبلازمز مثل cervical polyps commonly it cause postcoital spotting and bleeding. الفاجينال نفس الشيء، فاجينال انفكشن ممكن يكون همين سبب للابنورمال يوتراين بليدنج، هون بالحقيقه هو يعتبر جينيتال بليدنج، ابنورمال جينيتال بليدنج، يعني مو نفس اليوترس، it is not from the uterus it is from vagina. زين، فبس هو يعني احنا ناخذه كله سوا لانه كله عيطلع من الفاجينال اورفيس، بس هو ولهذا احنا بالاكزامينيشن مالتنا لازم نبدي ستيب باي ستيب نتاكد هل هو من الفاجينا، هل البليدنج من الفاجينا من السيرفكس او من اليوترس. فاذا بالاكزامينيشن مالتي او حتى بالهستري لازم اتاكد فروم وير ذا بلاد از كم. زين، الفاجينال كانسر همين مثل ما قلنا especially in young children before 10 years اللي هو الساركوما بوتيرويدس. التروما مثل ما قلنا مثل sexual abuse و foreign body cause ulceration. الفلفا infection ممكن يكون sexually transmitted disease مثل syphilitic chancre أو benign neoplasm ممكن تكون همين مثلا ممكن إذا if it is infected أو if it يعني تعرضت للتروما هم ممكن تعمل bleeding.
او اذا كان عندنا كانسر. فهذول يسموهم جينيتال، الفاجينال والفلفل جينيتال بليدنج وليس يوتراين بليدنج، بس حتى يعني تعرفون انه ممكن بليدنج يكون من هاي المناطق، وممكن يعني يعني عشان ينخلط ما تعرفون من وين جاي، هل هو فعلا من اليوترس؟ فاذا لازم الاكزامينيشن الهيستوري والاكزامينيشن مالتكم تميزون from where it come. زين الهيستوري اول شيء when did the bleeding start، precipitating factors، nature of the bleeding، هاي الاشياء اللي يعني تسالوها بالهيستوري، الديوريشن اذا كان postcoital، الكوانتيتي، associated symptoms، مثلا البريفيوس هيستوري اور فاميلي هيستوري اوف بليدنج ديسوردر، باست ميديكال هيستوري وميديكيشنز اللي عاد تاخذه، الويت تشينجز، هذول بالنسبه للهيستوري. بالنسبه للفيزيكال اكزامينيشن، الجنرال لوك مالت البيشنت، البي ام اي، ساينز اوف هايبر اندروجينيزم يعني مثل الهرسوتيزم بالبوليسيستيك اوفرين سيندروم، thyroid examination، skin and mucous membrane for ecchymosis and bleeding همين لازم، careful pelvic examination حتى نعرف to identify the site of a bleeding من الفلفا، من الفاجينا، من السيرفيكس، من اليوترس، مرات من البلادر عيجي وهي تحسب يوتراين، يعني هو هيماتوريا وهي تحسب يوتراين، او مثلا من الركتم وهي تحسب يوتراين، فانا لازم اتاكد from where it comes this blood. Assess the size, contour and tenderness of the uterus. ولا تستغربون لو اكو patient ما تعرف منين عيجي البلد، يعني مو انه فتشي غريب انه تصورون، يعني هي تجي فعلا عند bleeding من مثلا من الهيمورويد او من تارنكل باليوريثرا وهي تحسبه من اليوترس، يعني عادي مو انه فتشي غريب. فانا اللي لازم اتاكد from where the blood come. زين اللاب ستاديز، اول شيء check for pregnancy، لا دائما لازم تاكد ان البيشنت pregnant or not. الباب سمير اللي هو يعني cervical screening for cancer، ال determine the ovulatory status مثل ما قلنا بالهيستوري، البيسال بادي تمبريتشر، السيرام وبروجستيرون، يورينري ال اج اكسكريشن مثل ما قلت لكم هو كيت او يسمونه اوفيليشن كيت، والالترا ساوند. هسه بالصراحه تقريبا ناخذ الهيستوري احنا، البيسال بادي تمبريتشر بطلنا، السيرام وبروجستيرون مكلف فهم بطلنا نعمله الا في حالات. هسه اكثر شيء اعتمادنا على اليورينري ال اج اكسكريشن بالكيت، هذا نفس البريجننسي تيست، تاخذ قطره علينا يورين ويطلع له اذا خطين يعني كونسافيليشن، اذا ماكو خط واحد يعني معناها ما كونسافيليشن. والاكثر اكثر استعمال هو الالترا ساوند، نوشع انه كونساغ عندنا ماتشور فوليكل وصار بيها اوفيليشن ولا لا. زين فاكثر شيء اعتمادنا على الالترا ساوند. Further investigation مثلا مثل ما قلنا البول براند فاكتور، بروثرومبين تايم، مثلا الاكتيفيتد هذا بارشال ثرومبوبلاستين تايم، تي اس اتش ثايرويد ستيميليشن هرمون بنتاكد من الثايرويد فانكشن، البرولاكتين ليفل، ليفر فانكشن تيست، ممكن نعمل اندومتريال بايوبسي in all women over age of 35. اي مريضة 35 and more نعمل لها endometrial biopsy to exclude malignancy، وحتى نعرف اشنو السبب اذا ما كان عندنا سبب واضح يعني للبليدنج حتى نتاكد. مثلا المريضة اذا كانت البيشنت لقينا مثلا عندها malignancy او لقينا عنده مثلا complex hyperplasia يعني she is about to يعني pre-malignant she is about to be to convert to endometrial cancer، فهون التريتمنت افضل شيء هو الهستريكتوم.
زين. طبعا عندنا الالترا ساوند احسن شيء هو الترانس فاجينال الترا ساوند، افضل من الابدومينال الترا ساوند. نعمله حتى نشوف الاندومتريال ثيكنس. النورمال اندومتريال ثيكنس بالبروليفريتيف فيس از 4 تو 8، هذول حفظ تحفظوهم. ان ريبرودكتيف ايج وومن النورمال اندومتريال ثيكنس هو 4 تو 8 بالبروليفريتيف، وبالسكريتوري فيس هو 8 to 14. احفظوهم هذول مهمين جدا. ليش؟ لانه عندكم المينوبوز هو اقل من 4، إذا طلع فوق الأربعة معناها أكو هايبرفليزيا، وهذه البيشنت ممكن تكون بداية إندومتريال كانسر إذا هي بوست مينوبوز. زين، فهذول الأرقام لازم تكونون حافظيهم. زين، نعمل للإندومتريال كيوريتاج وناخذ بايوبسي. يعني الأفضل أنه أي مريضة يعني أندايجنوز abnormal uterine bleeding المفروض ينعمل له بايوبسي حتى نتأكد من أنه ماكو مالجنسي، حتى لا يعبونا شيء. زين، خصوصا إذا كانت البيشنت عنده ريسك فاكتور، اللي هي أشنم الريسك فاكتور فور endometrial cancer: الأوبيسيتي، كرونيك أن أوفيليشن، دايابيتس، هايبرتنشن، هيستوري أوف بريست كانسر، تاموكسيفين يوز، and family history of endometrial cancer أو ovarian أو breast or colon cancer، لأنه قلنا لا تكون lynch syndrome. أحسن شيء البايوبسي تنخذ at day 18. طبعا يعني هو هذا راح نقدر نشخص بها أش أكو بالإندومتريوم، بس طبعا ما نطيق نصل المايومتريوم، وإذا بينو ليجنز مثلا ليوميوما أو ليوميوسارتوما ما راح نصله بالدي أن سي. زين، فهذول ما يفيد. الدي أن سي هو فقط للإندومتريال لاينينج، يعني فقط للإندومتريال وليس للمايومتريوم. فالدي أن سي ما يفيدنا بالمايومتريوم، لازم نروح على الطريقة الأخرى اللي هي الهستريستوبي، اللي هي ناظور الرحم. نقدر ناخذ بينو بايوبسي، نعمل بينو اكسجن اوف ذا ليجن. وطبعا الهستروسكوبي اصعب من الدي ان سي. الدي ان سي ممكن نعمله باي مكان، بس الهستروسكوبي هو جهاز ويحتاج الى سبيشال سكيل، يعني مو متوفر بكل مكان. زين، هسه نجي بالنسبه للتريتمنت. زين، لي هون عندكم سؤال قبل ما نكمل التريتمنت؟ زين، بالنسبة للتريتمنت، أول شيء عندنا الميديكال تريتمنت اللي هي رقم واحد أو أي شيء. طبعاً التريتمنت، ليش نستعمل الميديكال تريتمنت؟ إذا كانت البيشنت يعني ما عندها يعني هذاك البليدنج، أو هي she wants to keep her uterus، ما تريد يعني she wants to return her fertility، فنستعمل الميديكال تريتمنت. الميديكال تريتمنت طبعا اذا كان عندنا اي كوز من هذوك الاورجانيك او نعالجه، يعني اذا هايبربليزيا، اذا فايبرويد، اذا بوليب، هذوك نعالجهم اكوردنجلي. احنا هذه هسه التريتمنت اللي هو الديسفانكشنال يوتراين بليدنج، اللي هو ما لقينا كوز من هذوك. اما هذوك تريتمنت مالتهم كل واحد اكوردنج تو اتس يعني تو اتس كوز. بس هسه هوني اذا احنا ما لقينا كوز، فنجي نعالج الابنورمال يوتراين بليدنج. ممكن نستعمل النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج، المشهورين هم الميفيناميك اسيد والنافروكسين. زين، هذول اكثر شيء هسه عن اي يستعملون. هو يعني راح يقلل لنا يعني يقلل لنا البلاد لوس by this pathway. زين، المشكلة اللي بينه هو effective during، يعني هو لازم تستعمل أثناء السايكل. It will decrease loss 40 إلى 75% of patients. Relief dysmenorrhea.
و but it has little effect on regularity of cycle. يعني يفيدنا بس بالمينوريجيا، ما يفيدنا بالميتروريجيا. زين السايد افكت هو اكثر شيء جاسترو انتستاينال، طبعا تكون هو ما ينعطي بالبيبتيك ألسر. The treatment should start immediately with the start of a bleeding. عندنا الانتيفيبرينوليتيك ايجنتس اللي هي prevent conversion of a plasminogen into plasmin which dissolve the fibrin clots occluding the blood vessels، فلهذا راح يقلل لنا البلد لوس. It is effective in 40 to 50% of patients. But it should be given with the start of menstruation and continue for 3 to 4 days. The side effects هو mild gastrointestinal irritation. بس إيش المشكلة بينه؟ It has serious adverse effect بال intracranial thrombosis و central venous stasis retinopathy. فلهذا it should not be prescribed for women with history of a thromboembolism. عندنا الهرمونال تريتمنت اللي هي اكثر شيء احنا طبعا بالمناسبه ممكن نستعمل اكثر من تريتمنت بنفس الوقت، يعني ممكن استعمل هرمونال واستعمل معانه نانستيرويدال، او ممكن استعمل نانستيرويدال وانتي افبرينوليتك سوا، يعني حتى احل مشكله البيشنت. يعني قصدي ممكن نعمل اكثر من لاين اوف تريتمنت ات ذا سيم تايم. الهرمونال تريتمنت اللي هي اول شيء الاورال كونتراسبتيف بيلز، ات از فيري افكتيف، بتقلل طبعا المينوريجيا وتعمل ريجوليشن للسايكل، تقلل الديسمينوريا، فكلش افكتيف. زين وممكن نستعملها سيفلي، يعني طبعا اقل من 40 سنه، بعد ال 40 سنه لازم تكون من اللو ريسك كاتيجوري اللي ما عندهم، يعني لازم تكون لا اوبيس ولا سموكر ولا عنده ترومبو امبوليزم. زين ما عنده ريسك فاكتور، ما عنده ريسك فور يوز اوف اورال كونتراسبتيف بيلز. It is locally by inducing endometrial atrophy with reduction in both prostaglandin synthesis and السايد افكت هي طبعا اوف اورال كونتراسبتيف بيلز ان جنرال، راح تاخذوها ان شاء الله بعدين. المشكله بها انه it is not an accepted for unmarried women، ما اعرف ليش ما يقبلون ياخذوهم، يعني كانه معيب يعني نعطيهم اورال كونتراسبتيف بيلز وهي unmarried. بس هسه شويه احسن يعني عن نقدر ننطي. زين ممكن انطي البروجستوجين او البروجستيرون، اي متى انطيهم؟ اذا كانت البيشنت مثلا ان اوفيلاتري سايكل، ف اقدر انطي بالسكند هاف اوف ذا سايكل، حتى يعني كانه مع دماثل الدوره الطبيعيه، يصيغ يعني يصيغ تحول البروليفريتيف الى سكريتري فيز، وبعدين اوقف انطي البروجستيرون فور 10 دايز، بعدين اوقف البروجستيرون راح تجي سايكل وكلش مليح. او ممكن الطريقه الثانيه انه انطينه لمده 21 يوم من الفيفث داي اوف ذا سايكل الى يعني 21 يوم، واوقفوه همين راح تجي سايكل، هاي يسموها سايكل. بس المهم انه البلد لوس هون راح يكون نورمال، ما راح يكون اكسسيف. If it is giving in high dose for 21 days, especially in anovulatory cycle, it reduces menstrual loss by 80%. فشوفوا يعني كلش مليح. بالانوفيلاتري سايكل it will convert irregular unpredictable bleeding into regular controlled one which is an attractive feature for many women. هو ايش تريد؟ تريد انه تكون normal وregular وpredictable cycle. زين فاحنا نقدر بالبروجستيرون نعمل. البروجستيرون هرمون امين، مو مثل الاستروجين، يعني اكثر امانا من الاستروجين، فنقدر ننطينه مو مثل الاستروجين. الاستروجين بينه محاذير كثيره باعطائه. السايد افكت it is usually minimal
as abdominal bloating and weight gain. هو يعمل water retention فممكن يعمل شوية weight gain. بس otherwise it is يعني tolerable by the patient. زين عندنا البروجستيرون ريليزنج ديفايسز اللي هو المرينا. طبعا هذا كلش مليح هسه. اي بيشنت عنده مينوريجيا او هيفي منسترال بليدنج او هايبر مينوريا نقدر نحط له المرينا، خصوصا اذا كان شي دزنت وونت تشيلدرن نخلي له المرينا. راح نضرب عصفورين بحجر، اول شيء نقلل البلد لوس، وثاني نعمل له كونتراسبشن. زين فكلش رائع. اسمه المرينا او البروجستيرون ريليزنج ديفايس اللي هو انترايتراين كونتراسبتيف ديفايس بس بروجستيرون لودد. Then هذا produce marked reduction in menstrual blood loss up to 80%. It will induce local atrophic changes in the endometrium with very minimal systemic effect. يعني ما يعمل الويت جين ولا البلوتينج ولا كل شيء، لان راح يشتغل بس على اليوترس. Effectiveness مثل ما قلنا 80%. السايد افكت الريجولار بليدنج مرات بالبدايه بس بعدين يصير نورمال، يعني يروح الريجولاريتي، يقلل الكميه ويصير مور ريجولار. الدنازول هذا دراج راح اذكر لكم هو بس دونت ايفر يوز ات. راح تشوفون اكو بعض من الاطباء يستعملونه او الطبيبات، بس هو اني هيومن دراج انترك. بس انا بس حتى يعني حتى اذا سمعتم بينو او شفتم احد مستعمله تعرفون هو هذا الدراج اصلا it must not be used. ليش؟ لانه it produce very high androgenic side effect، يعني حول المراه الى رجال، تصير سيفير هيرسوتيزم، فيراليزيشن، ديبنينج اوف ذا فويس، اول اوف يعني هير اول اوفر، فخطيه يعني كلش باد افكت. فهسه انترك، بس احنا ما اعرف اكو طبيبات يستعملونه، فحتى اذا شفتوه لا تستغربون يعني، بس هو ما حد يستعمله بعد المفروض. عندنا الجونادوتروفين ريليزنج هرمون اجونست اللي هذا هو كلش جود دراج، ينعطي على شكل انجكشن. اذا كنت سمعتم ريليتيف او بيشنت تقولكم الابغه اللي بالبطن، هذا هو جونادوتروفين ريليزنج هرمون اجونست. يعني ايش معناها؟ يعني قوي جي ان ار اتش، يعني يعطي اف اس اتش وال اتش. طبعا هسه تقولون لكنشن هذا راح يزيد البليدنج مو يقلله، صح راح، بس لما نعطينه راح يعمل نيجاتيف فيدباك، يقوم ما يطلع الاف اس اتش والال اتش اللي من البادي، فيتوقف الانتاج، تتوقف حتى السايكل تقريبا. يعني it will induce amenorrhea in 90% of cases. خوش، بس هذا طبعا ما young age، عادة هذا لدرج of premenopausal age، يعني للpatient أول شيء اللي ما تريد تصير pregnant، والشغلة الثانية للpatient اللي هي near menopause ممكن ننطيها هذا الدرج. لأنه إحنا ما نريد نعمل hypoestrogenic effect باليونج، يعني نعمل له هوت فلاشز وهاي الاشياء مال الهايبو استروجين. فلهذا ما ننطينه باليونج، ننطينه بالنير مينوبوز. السايد افكت مثل ما قلنا هايبو استروجينيك ستيت اند اوستيوبوروسيس. unless used to prepare the patient for endometrial ablation it is not accepted by most patients for long term. يعني ما ننطينه for long time، عادة ننطينه 3 to 6 injection بين وحدة ووحدة 28 يوم. نختار ال late reproductive life، وخصوصا اللي بنحضرهم حتى نعمل لهم endometrial ablation مثل ما راح تشوفون بعد شوية، يعني نحرق الاندومتريوم او نعدم الاندومتريوم حتى لا يصير بينه bleeding. زين فما كل بيشنت ينعطيها. انت طبعا دائما غلطكم انه تجيبوا لي الجي ان ار اتش تحطونه كفيرست لاين. انتم المفروض تمشون بالتسلسل اللي عاد قلتم، هو هذا التسلسل اللي احنا نمشي بيه. ما نجي انا راسا المريضه اجي انطيها جي ان ار اتش،
اولا غالي، ثانيا الهايبو استروجينيك ستيت والاوستيوبوروسيس ومشاكل الهايبو استروجينيزم كثيره، فانا ما هو الفيرست لاين. لا تجون راسا تخلوا لي، هو اجي اقول لكم وحده عمرها 30 سنه تقولوا لي اعالجه بالجي ان ار ايج، لا لا اكيد لا. زين اللي نير مينوبوز او او اذا بيشنت كد مره يعني ما ضل زين، مو هو الفيرست لاين تريتمنت. زين هسه لي هوني خلصت الميديكال تريتمنت، هسه نجي على السيرجيكال تريتمنت. طبعا احنا قلنا انه اذا كان عندنا ثايرويد ديسفانكشن نعدله، اذا عندنا هايبر برولاكتينيميا نعدله، اذا كان عندنا يعني قلت لكم انا تريتمنت اوف ذا كوز، بس اذا ما كان عندنا كوز التريتمنت هاي اللي عدثر لكم هي هسه، يعني هذه التريتمنت اللي عدثرها هسه هي تريتمنت اوف ديسفانكشنال يوتراين بليدنج اللي باي اكسكلوجن، اللي ما ضل عندنا كوز كل ما استثنيناهم هسه نيجي ننطي هاي التريتمنت. زين حكينا عن الميديكال تريتمنت، هسه راح نحكي على السيرجيكال تريتمنت. الفاستست ميثود تو ستوب بليدنج مثل ما قلنا بالاكيوت الاكيوت اتاك اوف ديسفانكشنال يوتراين بليدنج، نعمل دي ان سي، نشيل الاندومتريوم راح يقف البليدنج، من وين يجي البليدنج؟ نشيل الاندومتريوم يقف البليدنج. فهذا it is the fastest method to stop bleeding in هو therapeutic and diagnostic DNC اللي هو dilatation and curettage. DNC مشهور كثير هذا المختصر اللي هو dilatation and curettage. Dilatation of the cervix لأن يكون مغلق السيرفيكس and curettage. Curettage أو بالعربي اسمه جرف الرحم، يعني تنشال طبقة الاندومتريوم من الرحم، زين من الاندومتريال كافيتي. زين must follow with hormones to prevent recurrence، يعني مثلا أنا شلتوها دزيتوها للهيستوباثولوجي طلع عندي هايبربليزيا أن أوبوز استروجين، فإذا إيش لازم أعمل؟ إذا كيرون بعدين راح يرجع لي نفس المشكله، فاذا انا عرفت هسه السبب فاقوم انطي بروجستيرون، عرفت مشه؟ فهذا ال 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 يعني الفولو اب مالت الدي ان سي. زين بعد ايش عندنا؟ سيرجيكال تريتمنت ات از سوتابل فور اولدر بيشنت هو هاف نو فرذر ويش تو كونسيف، ما بعد تريد تحبل، نعمل له اندومتريال ابليجن اور ريسكشن. Ablation هو to destroy يعني تعدم الاندومتريا حتى لا تفرز لا يكون اكو اندومتريال thickness ولا يعمل لنا bleeding، يعني احنا راح نعمل شيء يسمونه ياتروجينيك اشرمان سيندروم. انا اجي اشيل البيسل لاير اوف ذا اندومتريوم حتى لا تطلع لنا اندومتريوم جديد ويساعدنا bleeding، انا قاعد اعمل الاشرمان سيندروم اللي حكيت لكم عليه انه هذيك المره هو كسبب للسكندري امينوريا، يعني I will induce secondary amenorrhea in this patient. طبعا بينه طرق اما بليزر او الالكتروكوتري او رولر بول، هي فد كره يعني حاره وتفتل بداخل اليوترس تشعله يعني تعمل له كوترايزيشن. مايكروويف دايثيرمي advantage over hysterectomy، اول شيء 50% of patients will be amenorrheic، 30 الى 40 experience marked reduction in menstrual loss، يعني يبقى يجيهم سايكل لكن اقل بكثير من قبل، تكون short hospital stay and return to work than hysterectomy، عاده hysterectomy تحتاج شهر يلا ترجع على الورك مالته، 70% or more were satisfied، طبعا اكيد ارخص لأنه ما مثل الهستريكتومي ميجر اوبريشن. زين فهذه الابليجن اوفر ذا هستريكتومي. الديس ادفانتج ات ويل نيد اكسبيرينس ذير از ريكرنس ان اباوت 20% اوف كيسز، اوبريتيف كومبليكيشن از بيربوريشن اذا واحد ما عنده جود اكسبيرينس،
يصير عندهم بوست اوبريتيف بين. طبعا البيرن احنا عم نعمل بيرن، فاكيد اكو راح يكون عندنا بوست اوبريتيف بين. هذا مثل هذا الاندوميتريال ابليجن، شوفوا شلون هذا واير، شوفوا هذا واير هيتد واير طبعا، شوفوا عم يمشي على ها. طبعا هاي البيكتشر بهستروسكوب، هاي البيكتشر هذا الاندوميتريال يعني كافيتي، يمشي هذا الواير ويشعل. طبعا اي يشعل تشوفون هذا، هذا هسه بيرن. طبعا اصل لي حد البيسل لاير اي ويل بيرن ذا اندومتري، يعني بيسل لاير اوف ذا اندومتريوم، فهوني ما راح تطلع لي اندومتريوم جديد، وبالتالي راح يقل البليد. زين، فهذا الاندومتري.